كانت حاضرة ورايحة ورقة الحضور موجودة ونعطيت الوثيقة لسيد الرئيس برضو وهذه لينا ورقة الحضور حاجة هو الشيء اللي يتكلم عليه محضر الاجتماع مسجلة في محضر الاجتماع حاضرة حاضرة وحاجة ما دارتش بلا بيها صح بقاو هنا في قاعة كنا طرحنا السؤال ولكن نعود نقطع فيه كشخص عيري بعيد لا ما نعرفوش في الوثائق ما عنديش معرفة شخصية ولا جاني المكتب الملف تاعو كان سبقني سيتو نقدر نزيد حاجة سيتو أخر بالنسبة للمقرر لو كاين أسئلة جاوبيني لي نروح احنا باش تكيف انت بالنسبة للمقرر تاعك لا تكيف في مكان خاص بالدخان تكيف في مكان خاص بالدخان ماشي في مكان عمومي باش تبينو بلاصتو بيك الناس هذا سؤال المحامي شو تطبيقا شوف السي المحامي سيد الرئيس تطبيقا لمبدأ استمرارية المرفق العام قمت بمعالجة الملفات التي كانت مكدسة بعدها نالت على الموافقة للوالي السابق وبعد مراقبتها بما فيها هذه تعبيري وبعد منها كانوا حازوا حتى على القرارات والغناها التي تتعارض مع التنظيم المعمول به كاين أسئلة بها اللي بدينا اللي ديماغش تاوعنا لكن كان كاين دفتر الشروط دايروا الوزير هذا في حسب قرار متهم وشوال مع التسلم شفناه وي كان كاين مي كان احنا كنا بدينا اللي ديماغش تاعنا سي الرئيس بما كي جا هذاك كيما كي جا دفتر الشروط ما يعطلناش على ما يعطلناش على الخدمه باسكو احنا من 2014 بدينا مع خرج القانون الماليه تاع 2014 توت سويت دينا لي طرافو باش نروحو للاندستري باسكو على بالنا بلي 3 وثلاث سنين باش دير انتاج من المستحيل السبعه باش تروح دير كومبلكس كامل تاع ان فيكول في ثلاث سنين سي درايس ومن بعدها ابخي ثلاث سنين اي مسافه شكون هذه اللي راح تروح تروح دار خلينا دي فوا سي با بوسيبل زعما ماشي حاجه اللي تكون عندك الموافقه ديريكتومون بها بدينا من الاول بديت معاه في 2015 في 2015 هذوما حطيناه في المديريه تاع التطوير وين حطوا لا ماشي تاع في امين وصلنا بالنسبه لهذا القانون فوالا حطينا سيكادي وي سيكادي سي تويس حنا غير خرج القانون بدينا لي ديماغش تاعنا يعني العمل تاعكم في طال الهيئه كلش في الهيئه الهيئه في الفرقه
إيفيكو إيفيكو موديل واحد باسكو مام إيفيكو سي دراي سمح لي موديل واحد باش ننسيو وبداو وسي دراي في 2015 أنا الوحيد باسكو كان عندك شريك أجنبي كان عندك شريك أجنبي كان عندي لا ليسونس سي دراي كان عندي لا ليسونس لا ليسونس شريك أجنبي ما عندكش يجيك سي دراي لا ليسونس هذه مقبل ما كانش إكزيجي شريك أجنبي باسكو كان مازال ما خرجش للماسور تاع هذاك 17 أنا كنت ديجا بديت نخدم وبديت نخدم كي شغل عندي شريك أجنبي جوهم عندي لا ليسونس وعندي دبليو في إم إي سي دراي اللي خرجت سي أمبورتون دبليو في إم إي سي دراي خرج الماسور تاع نوفمبر 2017 طابقت الماسور تاع الماسور سي طابقت مع هذا كي خرج الماسور تاع 2017 واش بارابور واش فيه لا ديفيرونس اللي فيه اللي ما كانتش من قبل كامل كان انفستيسمون كان انفستيسمون في توت انفستيسمون او دولا دو 5 مليار دو دينار لي جوج اسي ان موان دو 5 مليار دو دينار لي جوج اسي ان انا الانفستيسمون تاعي كان موان دو 5 مليار دو دينار دونك ما كانش يافي با لوبليغاسيون دو سي ان في المقرر تاع 344 و 17 يكزيجي لك ينوز اكزيجي البارتنير والباساج دو سي ان وتوافق على دفتر شروط انا سي دارس وافقت وافقت يمكن كان لي لا ليسونس يدفع لي كاميرا ليسونس وحال سي دارس مي كاين شارج سي مع خرج ما يهددش شحال شحال النسبة تيران امين تيران امين بالنسبة للتطوير لجنة تقييم لجنة تقييم من بين الشروط تقدم هو ضرب تقني سيد 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 أنا غادي كذا سنة 22 مارس 2017 المرسوم 17/42 صدر في 28 نوفمبر 2017 بالنسبة لي قبل اللي كان في ظل 2074 أنا عارف أقصد المية حتى المقررات التقنية تخزن عليها اكس تي 10 يعني في 2074 نعم حتى في ظل المرسوم التنفيذي 2074 ما كنتش موظف بالوزارة وتحصل على المقاولات 10 ماي 2017 يعني سبق ما عالجتوش؟ لا عالجناه بس كنت علاج كشاهد يعني كيك في المحضر تكلمت على الإيفان مازال يدور هذاك صحيح خلي في المستشفى يعني سألوني طرحوا لي السؤال هذا في خلال التحقيق وذكرت انه ان كل مقررات تقنيه تخضع الى مرحلتين الدراسه كاين المرحله الاولى على اساس تصريحات اللي يقدم الطلب تاعو والمرحله الثانيه اللي هي المرحله النهائيه وين لجنه تقييم تقني تدلي برايها النهائي الى الوزير اللي على اثرها يتم تقديم المقررات معنى أنه في المرحلة الأولى كنت حاضر هي سنة 2016 خلال شهر أبريل 2016 بعد تقديم السيد بعيري محمد طلب على أساس مشروع متواجد بولاية البويرة هذا ما أتذكره فيما يخص ملف SPI إيفان وكل ما أتى من بعد لما انت شحال استفدت من المقابله التقنيه شحال ديت من المقابله التقنيه بعد قبل المرسوم وبعد المرسوم قبل المرسوم واحد اللي المده تاعو عام 199 وبعده تجديد كان خرج المرسوم في 2017 نوفمبر حديت شحال من شحال دابا يكمل عدد ديت واحد زوج واحد مجدد زين شحال مجدد
تروازيام ثلاثة دين نمير متاحة ما عندكش شبك متاحة عندي دين نمير 293 الأول يعني شاف عليه جاوبني يا غيري جاوبني جاوبك إيه جاوبني أنا سأل فيك جاوبني 199 الأول 199 إيه خلاص هذا كثر معي كان 293 وكان 354 فوالا هذا هكذا هذا هو صح 199 تعلق بالناس يعني واش الموضوع تاع واش هذا الموضوع تاع واش فابريكاسيون مونتاج دو فيكول تاع لو ديلي 35 سي 15 تاع ان سول موديل لو ديلي 35 سي 15 هذا ما كانش فيه متعامل اجنبي ما كانش القانون ما قبل حاش كان سيد الرئيس عفوا انا نسال في المتهم دوك يجاوبني المتهم ما كانش فيه الشرط الشركه الاجنبي لانه استقبل صدور منصوب 17344 هكذا هذه هي صح كان فيه شرط اخر هو انك تجيب ما يثبت وجود هذه التجهيزات او انك جبتها كاين هذا الشرط ولا ما كاينش كيف نجيب التجهيزات كاين اتفاقيه بينك وبين الوكاله الوطنيه للتطوير والاستثمار لوندي لوندي واش لازم عليها لازم تكون هذه الاتفاقيه هذه الاتفاقيه تاع لوندي سيد الرئيس اللي تمدها كامل للناس يعني سام جاوب وين جاوبك انا اللي نسالك انت جاوبني انت جاوبك سيد الرئيس جاوبك كاين اتفاقية في إطار هذا المقر كاين اتفاقية كاين اتفاقية موضوعها واش؟ الانفستيسمون سي البنيان البنيان التجهيز تاع المصنع التجهيز تاع المصنع وماشي الامتيازات تاع الاستغلال يعني هذه الاتفاقية لازم تكون مونطات قبل ما تدي المقرر التقني لا لا هاو كيف؟ نو تقدر ولا ما نو تقدر ما تديهاش ديال انا درت الانفستيسمون كلش بدراهم ما تقدرش علاه هذه الاتفاقية تبعني نقول لك انا ما تقدرش هذه الاتفاقية اللي مبرمة مع لوندي لازم تكون كاينة قبل ما تدي المقرر التقني وإلا ولكن أنت حصلت على المقرر التقني هذا 199 بعد عام قبل ما تسني بعد عام صح أيوة وقبل ما تسني على مع الاتفاقية مع لوندي وهذا الشيء مخالف للمادة 3 فقرة 2 من مقرر إنشاء لجنة التقييم التقني تبعني يا بايبي تبعني تبعني نسال فيك جاوبني باش هذه تبعوني نخمم على الاعداد برك هذا ما هذا فيما يخص المقرر التقني اللي كان في اطار او قبل صدور مرسوم تنفيذي 17344 هكذا صح دوكا نجو للاثنين الاخرين اللي هما 293 نتاع 2/5/2018 و 354 نتاع 22/7/2018 هكذا حطيتها على جالها ملف حطيت ملف باش تحصل عليها بيان سور ملف كامل بيان سور كامل واحد كامل تجديد واحد للتجديد والاخر باش تحصل والاخر جديد والاخر جديد نعم الاخر جديد سي نوتر موديل سي تويس هذاك باش نديرو للبويرا وما استعملتوش سي تويس ما استعملتوش ما جبت به ولا بولون ما جبت به